وعلى بركة الله ينطلق شوط الكأس، شوط كأس الكؤوس من خلال هذه الانطلاقة في هذه التحديات في هذا اليوم، شوط الإبكار الرئيسي الذي يحمل هنا التحدي والإثارة، يحمل الكأس والجائزة المرصودة لهذا التحدي والانطلاقات والتي تحمل 1.5 مليون درهم بالإضافة إلى تسعيرة هجن الرئاسة التي تحمل هذه التحديات. ننطلق على بركة الله، نسير من خلال هذه الانطلاقات، نسير من خلال هذه اللحظات في حضورنا المميز لنتابع الباحثين عن الكأس، الأسماء المميزة التي انطلقت هنا تحمل بداية قوية في مسارها، المركز الأول إلى الصدارة مباشرة، إلى الغزيل بطيب بن سالم بن مطر بن خاتم الشامسي يتواجد مع الغزيل على المركز الأول. هناك المركز الثاني بن عويضان مع التماس من خلال هذه الانطلاقة وهذا التحدي، حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري في المركز الثاني. المركز الثالث شعار يعرفه الجميع، وشل في المركز الثالث، سالم بسيف بن كليب الاشتبي على المركز الرابع، وعن قرب أتابعها في هذه اللحظات هي الشعلة، أحمد بن محمد بن دغاش العامري. هناك على المركز الخامس تأتي راهية سعادة فرعي بن علي بن حموده الظاهري، هذه الأسماء الباحثة عن الكأس في أول انطلاقاته، أول كيلومتراته، أول تحدياته، أول منافساته، ما شاء الله هنا مع الموقع الأول مع هذه اللحظات حيث تراقب العيون وتسير على مسار 6 كيلومترات لتتعرف على التحركات، على اندفاعات المضمرين في هذه اللحظات المقدمة. لا تزال الغزيل على المركز الأول، بطيب سالم بن خاتم الشامسي مع هذه اللحظة المميزة، ما شاء الله الغزيل واسم الغزيل وتاريخ الغزيل من كانت هنا في هذا الميدان وهذا التحدي. المركز الثاني، وجود المركز الثاني وأيضا هي التماس حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري، هنا ممثل المدام على المركز الثالث يأتينا في هذه اللحظات مع وشل مع سالم بن سهيل بن علي بن كليب الاشتبي إلى المركز الرابع مباشرة إلى التحدي الشعلة، وبندغاش يشعل المنافسة من خلال هذه اللحظات، أحمد بن محمد بندغاش العامري تبقى على المركز الخامس، راهية مع الشعار الاقتصادي الكبير سعادة فري بن علي بن حموده الظاهري في هذا الأداء المميز الذي يعلن هذه البداية في هذه الخماسية على المقدمة وعلى الانطلاق، ونحن هنا نقارب ونتطلع من خلال هذه اللحظات إلى منتصف المسافة، الكأس، كأس الكؤوس، كأس الثنايا، كأس جائزة زايد الكبرى لعام 2024. أين يحط الرحال؟ يا حظ من تكون العزبة التي ستمتلك هذه الكأس الغالية. ننتظر الأسماء القادمة، ننتظر التحديات التي تحمل أكثر من عنوان في هذه الانطلاقات، في هذه التحديات، أتابعها عبر 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 التحدي والإثارة هنا في هذا الميدان، 3 كيلومترات منتصف المسافة. تحرك يا محرك، حرك يا محرك، حرك يا محرك، ولكن لازال التغيير، لازال التبديل. الشعلة بندغاش
بن دغاش على المقدمة، هو شل هناك المركز الثاني، سالم بسيب كليف في اللحظة الأولى تنتقل إلى الصدارة مع هذه اللحظات مناوشات المقدمة، بن دغاش صامد مع هذا الاندفاعي وهذا التحدي مع الشعلة، يا سلام على الراسية أو التماس في المركز الثالث مع هذه اللحظات، حمد محمد بسيل العامري إلى المركز الرابع، على الاقتصادية تقدم في هذه اللحظات مع راهية سعادة فري بن علي بن حمود الظاهري، وهناك على المركز الخامس وصلت أرصاد بالعود، وصل مسلم بن مبارك بن حمد بالعود العامري، يا سلام يا سلام يا سلام مع هذه اللحظات والانطلاقات، لا تزال الأمور هنا في هذه اللحظات، هنا الترقب، هنا الاندفاع، هنا اللحظات التي ستحمل المسافات الأخيرة الثلاثية على المقدمة، الأداء المتميز بين وشل وكذلك التماس مع هذه اللحظة، التقدم مع 2 كيلو الأخيرة، هناك بن عويضان قدم هذه اللحظات، طار مع التماس حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري مع هذه الانطلاقة مع هذه التحديات، شعار بو أحمد من الاندفاع من المسار المركز الثاني، وجود وشل سالم بسيب بن علي بن كليب الاكتبي، يا سلام يا سلام يا سلام، كل هذه الأسماء كل هذه التحديات تطير مع هذه اللحظات المثيرة، المركز الثالث الشعلة أحمد بن محمد بن دغاش العامري على ثالث المراكز، وهناك الاقتصادي يقف مع راهي سعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري، وصل هذا الشعار الذي يعرف دائما كل التحديات، الفايضة مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي ينضم إلى الخماسية، يعلن مع هذه اللحظات وهذه الانطلاقات القادمة في هذه اللحظات، إعلاننا الأخير بعد هذا الاندفاع بعد هذا التحدي بعد هذه المنافسة، للتذكير للمضمرين والشعارات المميزة من خلال هذه اللحظات، 1200 على خط النهاية، طالع التسارع، طالع الانطلاقات، طالع التحرك، المقدمة والتماس، التماس إلى الصدارة، التماس بقيادة الداهية دائما من يقدم في كل هذه اللحظات، عبد الله بن نهيان العامري هو الداهية في انطلاقات التضمير في عالم التضمير، المؤسسة هناك التماس وهذا الشعار حمد محمد بسهيل العامري، ولكن الفائضة 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 مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي مع هذا الانطلاق، هنا المركز الثالث راهي سعادة فري بن علي بن حمود الظاهري، وصل هناك وصل المدينة حمد بن هيام بسالم العامري، ودخول من المجازف غزوة محمد بن عتيد بن زيتون المهيري، ما شاء الله اشتدت الأمور، طارت هذه الهجن، أعلنت هناك التواجد، أعلن الانطلاق، الفائضة فاضت عطائها المميز على المركز الأول، تحية وانطلاق من خلال هذه اللحظات، بن نهيان قادم مع المدينة، حمد بن نهيان بن سالم العامري راعي اليمشى، ولكن أتابع من لا يقبل إلا بالصدارة، علوه علي بن سعيد الزرعي هو دائما مع هذا الشعار، تهانينا والناموس من خلال هذه الانطلاقة لمعالي علي بن محمد بن حماد الشامسي مالك هذا الشعار واندفاعة التحدي، ومشكور يا محمد يا بن علي بن حماد يا الشامسي في هذا الأداء الجميل. مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي المركز الثاني يذهب إلى المدينة، حمد بن هيام بن سالم العامري في المركز الثاني، والمركز الثالث كان وجود غزوة محمد بن عديد بن زيتون المهيري، المركز الرابع التماس حمد محمد بن سهيل بن عويضان العامري، والمركز الخامس طار إلى وجود المزدلفة مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، ما شاء الله هي الفائضة فاضت بعطائها 8 دقائق 58 ثانية 11 جزء من الثانية، تهانينا مانع بن علي
بن محمد بن حماد الشامسي ما شاء الله وتبارك الله، المدينة في المركز الثاني، حمد بن هيام سالم العامري 8:59 ثاني 74 جزء من الثانية، والمركز الثالث طارت غزوة إلى المركز الثالث محمد بن عتيج بن زيتون المهيري 9 دقائق بالوفاء، ولكن جزئين من الثانية أيضا من خلال هذا الانطلاق. المركز الرابع وجود التماس في المركز الرابع في هذه اللحظات، حمد محمد بن سهيل بن عويضان العمري 9.5 أجزاء من الثانية، وفي المركز الخامس المزدلفة مع مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي 9.77 جزءا من الثانية من خلال هذه اللحظات. ما شاء الله.